قلعة الحصن الأثرية واحدة من أكثر المواقع ذكرا في كتب التاريخ، والتي وصفت بأنها أجمل القلاع العسكرية في الشرق وأكبر قلعة عسكرية في العالم، قائمة على وضعها الأثري حتى الآن. نحن نتشرف أيضا بوجودكم مصادفة أثناء وجودنا بالقلعة. أنا وزملائي مجموعة تاريخ الوادي عم نعمل كتاب عن قرى الوادي، قرى وبلدات الوادي 45 ل 47 ضيعة، ومن جملة طبعا ما بيجوز ننسى أهم أثر بالعالم ما عاد بسوريا هو قلعة الحصن. مساحة القلعة هي من أكبر مساحات القلاع، خاصة القلاع العسكرية. مساحة القلعة تتجاوز 30 ألف متر مربع. بأوروبا يمكن في قلعة بفرنسا شبيهة بالشكل المعماري إلى حد ما، لكن يعني ما بتطلع 30% من مساحتها. القلعة بنيت أو بدأ ببناء سنة 1099، فبسبب موقع الاستراتيجي تتالت الحضارات على بناء القلعة، وكان آخر ما أحدث فيها من تعديلات جوهرية كما نراها الآن سنة 1099، عندما قدم الفرنسيون أولا بهموند الثاني، قدم لهون للمنطقة وقام بإجراء تعديلات أساسية، وتتالت التعديلات فيما بعد. تعتبر القلعة درة العمارة العسكرية في القرنين الثاني والثالث عشر، وتتميز بهندستها العسكرية الفريدة وقوة تحصيناتها الدفاعية، وشهدت بعد تحريرها عام 2014 خطوات كبيرة لترميمها، وحاليا تعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف وهيئة مارفرام السرياني البطركية للتنمية على ترميم برجي الظاهر بيبرس والكنيسة ومحيطهما. طبعا برج الكنيسة نظرا لأهميته كما قلنا أولوية تاريخية، يعتبر برج الظاهر بيبرس أولوية إنشائية، حيث أن وضعه الإنشائي كان يتدهور باستمرار وكان لابد من التدخل الإسعافي والسريع للمحافظة عليه. تم الانتهاء من ترميم برج الظاهر بيبرس بجميع ومع جميع ملحقاته وجميع الأعمال المتعلقة به، كعزل السطح، ترميم قبوة البرج بالإضافة إلى واجهة البرج ومدخل الجاليري الغربية المجاور له. تم تركيب أبواب خشبية بالإضافة إلى نوافذ خشبية، وذلك لكي نقوم بإغلاق المبنى ونمنع الرطوبة من أن تسبب الضرر للفريسكات أو الرسومات الجدارية الموجودة على الجدار الشمالي. هي من أهم المعالم الأثرية السورية المسجلة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2006، وحظيت باهتمام أحد أهم أبرز المواقع الإلكترونية التشيكية، والتي أكدت بأن القلعة من أجمل القلاع في العالم. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من قلعة الحصن الأثرية بريف حمص الغربي.